القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. ب426 صفحة يكشف كتاب الإثنوقراطية للأكاديمي الإسرائيلي أورين يفتح إيل حقيقة النظام الذي يحكم أروقة السياسة في تل أبيب، والذي كان محور نقاش هذه الندوة في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في رام الله. هو كتاب نشر في البداية ب2006، لكن هو خلينا نقول بلخص أو أجا كثمرة سنوات طويلة من البحث اللي قام فيها بروفيسور أورين يفتح إيل، اللي بحث خلالها سياسات التخطيط والسياسات الجغرافية وسياسات المكان. تأتي الندوة في أعقاب نشر النسخة العربية للكتاب، والتي ترجمتها سلافة حجاوي، وخلصت من خلالها إلى أن إسرائيل بات يحكمها النظام الإثنوديمقراطي. إسرائيل هي دولة جوهرها يهودي إثني، ظاهرها ديمقراطي، وأنه للسطح الديمقراطي الأملس ليس بمقدور أن يحدث تغييرات بنيوية في طبيعة الدولة اليهودية التي تقوم على الإبقاء على سيطرة اليهود على السكان الأصليين الفلسطينيين. المختص في الفلسفة السياسية والحقوق الدكتور بشير بشير اعتبر أن الجديد في هذا الكتاب هو تقديمه مراجعة لمسألة ثنائية الخطاب وإعادة التركيز على الجغرافيا والمكان على أنها وحدة واحدة. الكاتب يأخذ على محمل الجد أنه التعامل مع الديمقراطية الإسرائيلية أو مع النظام السياسي الإسرائيلي يجب أن لا يقتصر فقط على ما يسمى 48 وداخل إسرائيل، وإنما سياسات إسرائيل وسياسات التوسع والاستيطان تنسف ما يسمى الخط الأخضر، ولذلك السياسات والممارسة هي تقريبا في آخذة في التشابه. يحاول أورين يفتح إيل المعروف بمواقفه المعتدلة أن يقدم شرحا جديدا لطبيعة الصراع من خلال تقديمه للأحداث وربطها بالهوية القومية اليهودية للدولة. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.